اخ احمد، معلش ليا تدخل بسيط بخصوص عدم الصلاه في المساجد. اتفضل. حضرتك انا يعني المسجد زحامه ما يجيش لا نسبه بينه وبين زحام المترو وزحام المقاهي وزحام الاسواق وزحام المصالح الحكوميه. طيب يعني المسجد يا دوبك صف او صف ونص مثلا اللي يكون موجود فيه. ايوه. وفي نفس الوقت المسجد جنب بيتي، يعني انا المسجد تحت العماره. ايوه. فالزحام ايه المعنى انا اصلي في المسجد او حرمه الصلاه في المسجد؟ حاضر. المترو حضرتك قد المسجد ده 50 مره. الايه يا فندم؟ المترو حطها في المترو يا فندم. ايوه انت دلوقتي بتقارن. انا اللي انا فهمته من كلام حضرتك ان انت بتقول اذا كان يا جماعه المترو في اعداد متكدسه اضعاف اضعاف الناس اللي بتقعد تصلي في المسجد والمواصلات العامه، يبقى احنا ليه نمنع الصلاه في المسجد؟ ده سؤال حضرتك، صح كده؟ تمام يا فندم، وخصوصا ان المسجد مش زحام للدرجات دي. طيب في اي استفسار تاني يا فندم ولا كده خلاص؟ جزاك الله خير يا فندم، شكرا. واياكم يا استاذ محسن، ربنا يبارك لك. شيخنا بيقول لك يعني المترو مليان والمواصلات العامة والحاجات دي، جيتوا على المسجد يعني؟ الناس بتحتاج تسأل الشيخ أركب المترو ولا لأ؟ لا. الناس بتحتاج تسأل الشيخ أروح السوق ولا لأ؟ الناس بتسأل الناس أروح الجامع ولا لأ في الظرف ده؟ ده أمر. طيب. الأمر الآخر، طيب إذا في وباء والناس رايحة على المصالح الحكومية عشان الحكومة ما ادتهمش أجازة. طيب أو مزود البلد بالجامع؟ هل ده المنطق يعني؟ يعني بدل ما يبقى عندي 1000 مصاب يبقوا 2000 3؟ ايوه. مش منطق، احنا بيقول يا اخوانا حكم الشرع ايه؟ اذا في وباء بهذا الشكل ينتشر بين الناس وموجود بؤر في هذه البلاد، الاصل ايه؟ بس عندك بلد زي تركيا مثلا. هي الاصل يا شيخنا ان المنظومه تكتمل بقى. ان انا هقلل عدد الموظفين فيبقى التكدس المترو مش كبير. انا دوري كشيخ ايه؟ الفتوى طبعا مين اللي ينفذ؟ الدوله بس. ايوه. احنا بنقول للناس يا جماعه اللي ان الناس بتدور على صلاه الجماعه وصلاه الجمعه، ما ده اللي الناس بتبقى حريصه عليه. مظبوط. اكتر من اروح السينما ولا اروح السوق ولا اروح حاجه، مش كل اللي رايح السوق هيقعد يسالنا عن الصلاه، انما اللي بيسالك عن الصلاه ده اللي مهتم. أيوة. ممكن من باب الاهتمام يتضرر ويضر، فبنقول له يا جماعه الشرع رخص في هذا الامر، انما من روح السوق مش محتاج فتوى من حد. ايوه. اروح او ما اروحش، يبقى اثم شرعا لو السوق هروحه اتضرر واؤذى، نفس الحاله. بس بنقول شرعا لان الصلاه ما فيش تاثم في الذهاب، الاصل فيها اجر وفي تاثم في عدم الذهاب. ايوه صح. لو ما روحتش السوق معليش اثم. صحيح. ما روحتش الشغل خدت اجازه معليش اثم، انما لو انا ما روحتش الجامع صلاه الجمعه عليا انا الجمعه بقيت منافق. انا ما روحتش بدون عذر. ايوه. ما صليتش الجماعه يعني في ايه اللي فيها؟ في نهي. ايوه طبعا. وصلك الفكره ايه؟ فيا جماعه الحرص في الفتوى على المساجد لان فيها فضل واجر واثم. طبعا. انما ما راحش السوق ولا مره في حياته. ايه الاثم اللي عليه؟ ما معلوش حاجه. ما اشتغلش في حياته ابدا في الحكومه. قاعد سلطان زمانه. ايه الاثم اللي عليه؟ فاخواننا ما نقعدش نقارن، المقارنة مش صحيحة. أقارن كدولة لما أقفل الجوامع وأسيب السينما مفتوحة، هنا ساعتها دي تبقى مسخرة من الدولة. أيوة. تبقى دي الدولة لا تراعي صحة المواطن. تمام. بس. طيب جزاكم الله خيرا.